في البداية جزا الله خير الجزاء كل من ذكر والدي رحمة الله عليه وعزاني بهذه الحادثة المؤلمة على قلبي، ولكن خيرت، نفسي خيارتني بين أن أبقى حزينا منعزلا وبين أن أعتبر خدمة للزهراء عليه السلام. ولا شك ولا ريب أن الزهراء سلام الله عليه أولى من أبي وأمي وكل الدنيا عدا محمد صلى الله عليه وآله وأهل بيته الطيبين الطاهرين. فلذلك جزاكم الله خير الجزاء، ولا أراكم الله تبارك وتعالى مكروها في من تحبون، وأسأل الله أن يديم عليكم الصحة والعافية. وأقول السلام عليكم لوالدي، عليكم السلام ورحمة الله، رحمة الله عليك، وإن شاء الله سنبقى نبر والدينا بالعمل الصالح. أسأل الله أن يبارك فيكم. موضوعنا لهذا اليوم هو أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم. أنا أحاول أن أدخل في الموضوع. شوفوا أخواني، أنا كما عودتكم أنه نفكك العبارة. لذة القرآن الكريم، حلاوة القرآن الكريم أنه تبقى وتتأمل، لأن الزهراء عليه السلام هي التي قالت لأولئك أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. الله قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. دائما عندما يستدل الشيعي بهذه الآية يقول له الطرف الآخر أكمل الآية. أنا أرجو من الأخوة الشيعة والسنة أن يتأملوا فيما سأقول. دائما يقولون له أكمل الآية يا شيعي. ليش؟ لأن هو يريد أن يصل، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فلما تقول للطرف الآخر ماذا تريد؟ يقول لاحظ، هو قال تردوه إلى الله والرسول، ولم يقل تردوه إلى أولي الأمر. طيب إيش الغاية من هذا الأمر؟ يقول الغاية أنه فقط المرجع يكون إلى الله وإلى الرسول وأمتكم الشيعة اللي هم ولاة الأمر عندكم، هؤلاء لا مرجع إليهم ولا مرد لأمور التنازع عندهم. سوف نخوض في كل مفردة، لكن أنا ألزمهم بهذا الإلزام. إذن فردوه إلى الله والرسول ولا نردوه إلى أولي الأمر. سؤال بريء وشفاف ودافئ، لماذا قال الله تبارك وتعالى تردوه إلى الله وإلى الرسول ولم يقل تردوه إلى الله وإلى الرسول وأولي الأمر؟ الجواب عند الأخوة بسيطة، لأن أولي الأمر ليسوا المعيار، ليسوا الميزان حتى نعرض عليهم الأمر فيكون الأمر صحيحا. طيب إيش الميزان وإيش المعيار؟ الميزان والمعيار هو الله والرسول. والدليل على ذلك أنه الله قال لا تردوا، طبعا أنا من باب التسليم، نحن عندنا أولي الأمر نرد لهم، لكن أنا من باب نقض استدلال الأخوة. فالمعيار أننا نرده إلى الله وإلى الرسول ولم نرده لمن؟ لأولي الأمر. طب ليش ردينا إلى الله وإلى الرسول؟ لأن الله ما يغلط والنبي ما يغلط، وإلا لو كان النبي يغلط
فكيف نرد إلى النبي والنبي يغلط؟ يا أيها السنة العقلاء، هل كلامي الآن من كوكب آخر ولا أتكلم بأسلوب مبسط، أسلوب يدخل إلى القلوب بكلمات بسيطة؟ طب أنت ماذا تقول؟ تقول لا نرد إلى أولي الأمر، وإنما المرد جاء إلى الله وإلى الرسول. إذن الله والرسول هو مرجع واحد. طب شلون تقولون أنه النبي يخطأ والله أمرنا وأنت تعترف أنه المرجع له؟ والدليل على كلامي إخواني، دليل على كلامي، افتحوا التفاسير، افتحوا التفاسير في هذه الآية واقرأوا أنه لا يوجد شيء اسمه في هذه الآية وفي غيرها أنه نرده إلى النبي في قضية دون أخرى، اللي منها قضية الوجهين، قضية التبليغ وعدم التبليغ. يعني النبي معصوم بالتبليغ، والوجه الآخر للنبي هو يتلوث ويفعل ويذنب، وقسموا الذنوب إلى صغائر وكبائر. شو يعني صغائر وكبائر؟ يعني أنت إذا تسرق تريلا مال نفط كبيرة، وإذا تسرق كيلو طماطة صغيرة. هل النبي قال هذه كبيرة وهذه صغيرة؟ هل قسمه ولا مين اللي قسمه؟ ومن الذي عندما قسم هذه التقاسيم كبيرة وصغيرة غمس النبي في الصغائر وأخرجه من الكبائر؟ من؟ يا سنة، يا أهل السنة، من الذي قال لكم هذه كبيرة وهذه صغيرة والنبي يقع في الصغيرة ولا يقع في؟ من هو النبي قسم؟ لا. الصحابة قسموا؟ لا. طب من الذي قال لكم أنه النبي فقط في التبليغ لا يخطأ وفي غير التبليغ؟ من الذي؟ كلها أكاذيب نسجوها وتكلموا. هذا كتاب مجموعة من التفاسير، ولكن أنا أبدأ بتفسير النابلسي أمامكم على الشاشة، والفخر الرازي والقاسمي وتفسير السعدي. ويقول في هذه الآية، أقرأ لكم شطرا مما ذكروه، وأنا الآن أتكلم بكل هدوء وأقول لكم يا سنة اسألوا أهالي المنبر، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هل الطاعة هنا مقيدة أم مطلقة؟ وإذا مقيدة من الذي قيدها؟ هل النبي قال أطيعوني في التبليغ؟ لا. هل قال أطيعوني في القضية الفلانية؟ لا. ائتوا بالتفسير وعن النبي أنه قال، لكنهم يكذبون عليكم بالقرآن. أنا أستدل بالقرآن الكريم، فليقف أمامي إنسان ويقول لي أن هذا الكلام خطأ وسأضرب ما أنت عليه من القرآن الكريم. طيب إخواني، الآن أنا أستقبل الهواتف بس لحظات. زين، ماذا يقول هنا في تفسير هذه الآية حرسكم الله تبارك وتعالى؟ يقول في تفسير هذه الآية، وسأضع الآية على الشاشة لمن يريد أن يتابع من قبل الأخوة اللي على التيك توك، الله يحميكم من كل سوء. شوف إخواني، هذا تفسير أمامكم على الشاشة حرسكم الله تبارك وتعالى، هذا تفسير النابلسي، واللي هو يقول تدبر، يعني الآن يتدبر آيات الله في النفس والكون والحياة. يقول، سمعوا إخوان، يقول طاعة الرسول، خلي أقرأكم من البداية أحسن، من البداية. شوف إخواني، هذا هو البداية إلى أن يقول أطيعوا الله في قرآنه، لأن القرآن قطعي الثبوت، وأطيعوا النبي صلى الله عليه وآله في سنته الصحيحة.
طبعا الغير صحيحة هي مثابتة عن النبي. فسنة الصحيحة زين، ما هي السنة؟ السنة هو قول وفعل وإقرار النبي صلى الله عليه وآله. يقول لأن سنة النبي بعضها قطعي الثبوت وبعضها ظني الثبوت، فنحن مأمورون بأن نطيع الرسول صلى الله عليه وآله في السنة الصحيحة إلى أن يقول أطيعوا. شوف يقول هنا، بس خلي أسوي لكم مجال، هنا يقول أطيعوا الله والرسول، صارت طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله مقيدة. شوية ركزوا، الله يبارك بكم. صارت طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله مقيدة. الآن جاب لنا القيد، جاوب على سؤالنا، الرجل أجاب. طب ما هو القيد؟ قال طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله مقيدة بطاعة الله. مقيدة بماذا؟ بطاعة الله. دائما فكك العبارة مع هؤلاء لين يكذبون عليكم. زين، خلي نسأل، مقيدة بطاعة الله، طاعة الله تبارك وتعالى في كل شيء ولا حبايتين الصبح والعصر؟ الجواب طاعة الله مطلقة ولا تقيد، بمعنى أنا أطيع والدي في، أطيع الله تبارك وتعالى في بر الوالدين، ولكن أعصي الله في أمر آخر. ما يصير، ما يصير، لازم طاعة الله مطلقة. زين، الفيوضات الربانية اللي أفاضها الله تبارك وتعالى منقوصة أو كاملة؟ جواب كاملة. إذن طاعة الله يجب أن تكون في كل شيء والله لا يخطئ. طب طاعة النبي مقيدة بطاعة الله الذي لا يخطئ، إذن النبي لا يخطئ. لماذا؟ لأنه النبي أول من يطيع الله ويمشي على ما أطاع الله، ونحن نسير بهدي النبي الذي أطاع الله تبارك وتعالى، فشلون النبي يخطئ؟ لكن هذه من الحيل التي يستخدمونها حتى يخدعونكم. شوف ماذا يقول لك، يقول لك إنه النبي طاعته مقيدة بطاعة الله. لم؟ حتى مستقبلا عندما يريد أن يقول إنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والنبي مخلوق، فالنبي عندما يطيع بمعصية لا نتبعه. فماذا فعلوا؟ أطروا هذا الأمر بأن هذه أمور دنيوية. طيب إذا أمور دنيوية لا دخل بالشرع، فذا لا يترتب عليها شيء. الآن النبي محمد صلى الله عليه وآله قال لي يا وعد يا لامي، بع سيارة، سيارتك بيعها بالله عليكم، هذا أمر دنيوي خاص بي. طبعا هذا الأمر مو فقط دنيوي، سبق أن شرحت هذا الأمر، لكن من باب التنزل، أمر دنيوي خاص بي. لكن أناشدك الله، لو قال لك النبي افعل هذا الأمر، تفعل أو لا تفعل؟ الآن لو تريد أن تقلب المعادلة، بع السيارة، كل الطعام الفلاني، اذهب إلى هذا، هذه كلها صح أمور دنيا، ولكنها مرتبطة ارتباطا وثيقا بالآخرة. لماذا؟ أنا بسيارتي أتقرب إلى الله وأعمل وأتي بقوت لعيالي وقوت لنفسي. لم؟ حتى أتقوى على عبادة الله تبارك وتعالى. أنت إذا تصل إلى مرحلة يجب أن تأكل. لماذا؟ حتى تتقوى على طاعة الله تبارك وتعالى. وهكذا كل الأعمال. الآن أنا إذا أتكلم، الآن إذا أتكلم وما أضع كلامي قربة إلى الله تبارك وتعالى فكلامي باطل. فعندما تقول مقيدة بطاعة الله
هذا الكلام لعب على العقول، لكن مع هذا طاعة الله كاملة. يقول فينبغي أن يكون لكل حديث أصل في القرآن الكريم، أصل في القرآن الكريم، وهذا الذي نقوله الشيعة. كل حديث لا يتوافق مع القرآن، شوف لفوا لفوا وبالتالي رجعوا إلى نور محمد وآل محمد، إلى حيث الطهر والطهارة، إنه ينبغي أن تكون مع القرآن، وكل ما خالف القرآن كما قال الإمام عليه السلام زخرف لا قيمة له. فلا شك أن أوامر النبي صلى الله عليه وآله مما فهمه من كتاب الله، ولكن ربما لا نعرف من أين استقى النبي صلى الله عليه وآله هذا الأمر فعلا. لذلك النبي وإن تطيعوه تهتدوا، ما لي علاقة أنه من أين جاء، لأن أصل كلام النبي صلى الله عليه وآله في مقام الحجة وتشريع لنا، حجة علينا. أما الذين قالوا للنبي إنك تهجر، والذين يتنازعوا، الله يقول ولا تنازعوا فتفشلوا، وهم يتعاركون ويتنازعون عند النبي وهو مريض. والله 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 أخواني، أي واحد يذهب إلى مستشفى يستحي أنه يرفع صوته بالمستشفى ولا المريض، وياكل رزالة من الطبيب ولا من الاستاف، يقول لي عيب، هذه مستشفى ومرضى، وهم عند النبي يتعاركون ويتنازعون، وكثر اللغط صوت عالية. ثم يقول لي تعال، إما أنت ترضى عن هؤلاء وإما أنت كذا وكذا وكذا.